بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ النهاردة جاي نتكلم معاكم عن النزلة المعوية، منتشر في كل العيادات، يعتبر من أشهر الحاجات اللي موجودة في العيادات. جاسترو انتريتس أو انترايتس بالتركي وبالإنجليزي. يعني النهاردة هنلخص ليكم كل الكلام اللي يجب أن تعلموه في النزلة المعوية. العناصر اللي هنتكلم فيها بشكل رئيسي، خلونا نقول ان احنا هنتكلم التشخيص، تاني حاجة هنتكلم عن الاسباب، هنتكلم عن المشاكل المصاحبة، رابع حاجة هنتكلم عن العلاج، خامس حاجة بقى والجديد معانا واللي احنا واللي انتم متعودين علينا، ان احنا بقدر الامكان ان احنا نقول لكم البدائل الطبيعية. نقول ان دي عدوى بالجهاز الهضمي، ان نزلة معوية يبقى فيه اسهال. يعني عشان نفترض ان في نزلة معوية عندنا، يبقى لازم يكون عندنا اسهال عشان نقول ان هنا نزلة معوية. يكون احيانا مصحوب مع الاسهال ترجيع وقيء وسخونية، اللي هي الدياريا او الاسهال. الاسهال بشكل اخص لو جينا مثلا وليكن نتكلم عن النزله المعويه عند الاطفال، بتبقى اشهر عرضين اللي هو الترجيع مع الاسهال، واحيانا سخونيه واحيانا سخونيه. لكن بشكل عام لو احنا بنتكلم عن النزله المعويه، في اسهال، ممكن نفترض ان في نزله معويه، مع الاسهال يكون في ترجيع او قيء او سخونيه او تقلصات ومغص. ده كده بشكل اساسي، ده كده رقم واحد. تاني حاجة لما نيجي نتكلم عن النزلة المعوية، لازم نعمل فحص البطن. نعمل فحص البطن ليه؟ علشان نتأكد انها مش مشكلة جراحية. دي كده تاني حاجة ممكن نتكلم فيها. الاسباب، تعالوا نتكلم عن الاسباب. الاسباب بتاعتنا نقدر نقسمها لتلات حاجات اساسية. ممكن تكون عدوى بكتيرية، بكتيريال انفكشن، او عدوى فيروسية، فيرال انفكشن، او طفيليات في الامعاء، باراسايتس. يبقى احنا قلنا قد تكون عدوى بكتيرية او عدوى فيروسية او طفيليات في الامعاء، وقد تكون النزلة المعوية بتاعتنا تكون بسبب تسمم، زي تسمم المبيدات الحشرية والقرص الغلة، او يعني بعض الاشياء الاخرى بشكل عام. طب يا دكتور، ما نيجي نتكلم عن النزلة المعوية، ايه هي الاعراض المصاحبة او المشاكل المصاحبة للنزلة المعوية؟ المشاكل المصاحبة للنزلة المعوية نقدر نقول ان الحاجة الاولانية عندنا الجفاف. علشان كده اول حاجة لازم نفكر فيها لو عندنا نزلة معوية، سواء كان طفل، سواء كان كبير، سواء كان مراهق، سواء كان ايا كان الشخص اللي عنده نزلة معوية، اول حاجة لازم نعوض الجفاف. طريق ان احنا ناخد سوائل كافية، نشرب كميات مياه كافية. بالنسبة للاطفال ممكن يوصل الامر ان احنا ناخد محاليل جفاف الاطفال. طب يا دكتور احمد، انت ازاي بتعرف الجفاف عندك في العيادة؟ بشكل بسيط قوي، اما نيجي نتكلم عن الجفاف، لو احنا مثلا وليكن عشان الموضوع يبقى بسيط، لو احنا شدينا بطن العيان، يعني خلينا نشوف بطن العيان كده، وشدينا بطن العيان لبره، بترجع بصعوبه. لما تشد بطن العيان لبره بترجع بصعوبه، مش زي مثلا وليكن لو انا شديت بطني تخش بسرعه، لكن ما ترجع بصعوبه، يبقى كده نقدر نقول ان الشخص ده عنده جفاف، اما نلاقي فيه صعوبه في رجوع البطن. دي كده رقم واحد. تاني حاجة بنعرف بيها الجفاف، بنلاقي العين بتاعته بدل ما هي عين طبيعية نلاقيها مشفوطة وداخلة لجوه. يبقى عين العيان ما تكون مشفوطة وداخلة لجوه، بس مش الطبيعي بتاعه. ما نتكلم عن ان من ضمن الأعراض الأساسية للجفاف بتاعنا، يبقى من ضمن الأعراض الأساسية للجفاف اللي عندنا، يبقى قلنا ممكن عينيه تبقى مشفوطة وداخلة لجوه، مع العين المشفوطة اللي داخلة لجوه، يبقى ما نيجي نشد بطن العيان ترجع بصعوبة لما تشدها لبره. ايه تاني؟ ما نيجي نسأل العيان بتاعنا، عن كمية البول بتاعته، نلاقي كمية البول بتاعته قليلة جدا. ما نيجي نشوف النسبة الطبيعية، نسبة البول بتاعته قليلة. دي كده الحاجات الأساسية اللي احنا نتكلم فيها بشكل رئيسي. طب العلاج يا دكتور أحمد بيكون ايه؟
اما نيجي نتكلم عن العلاج بنتكلم ان احنا مثلا وليكن بنكتب اربع حاجات اساسيه، بنكتب مضاد حيوي مع المضاد الحيوي، بنكتب حاجه علشان الاسهال وحاجه علشان الترجيع وحاجه كمسكن وخافض للحراره. ديت الحاجات اللي احنا ممكن مثلا وليكن نتكلم فيها بشكل مستمر. فاحنا دلوقتي مثلا لو هنيجي نتكلم اول حاجه قلنا في الروشته بتاعتنا محتاجين مضاد حيوي، فما نيجي نتكلم عن المضاد الحيوي اول حاجه ممكن نكتبها في الروشته بتاعتنا بنكتب حاجه اسمها سيبروفلوكساسين، دي الماده الفعاله. في حاجات كتيره سيبروفلوكساسين، في حاجات كتيره طبعا 500 التركيز بتاعنا وده عباره عن اقراص. السيبروفلوكساسين ده في منتجات كتيره جدا موجوده في الماركت نقدر نستخدمها. يعني للسيبروفلوكساسين نقدر نقول ان في حاجات كتيره جدا، ممكن مثلا وليكن نلاقي حاجه السيبرو برده 500 نقدر نقول ان هو يعتبر من ضمن الحاجات الفعاله جدا اللي احنا ممكن نستخدمها وتكون فعاله موجوده عندنا. ده مثلا وليكن زي مثلا في حاجه اسمها السيبرو اللي هو العادي، وفي يعني منتجات كتيره جدا في الماركت. لكن اللي انا عايز اقوله بشكل اساسي، احنا مثلا وليكن تكلمنا على السيبروفلوكساسين كانتي بايوتيك، كحاجه موجوده عندنا كانتي بايوتيك، نقدر نقول ان هو السيبروفلوكساسين. السيبروفلوكساسين ل 500 تابلت، ده كده المضاد الحيوي اللي بيتكتب. بس عايز اقول لكم حاجه يا جماعه الخير، اللي سيبروفلوكساسين يكتب في حاله العدوى البكتيريه، لا يكتب في حاله العدوى الفيروسيه. طب يا دكتور انا اعرف العدوى البكتيريه من العدوى الفيروسيه ازاي؟ العدوى البكتيريه الاعراض بتاعتها تبقى كبيره جدا، ما نلاقي عنده سخونيه تبقى السخونيه عاليه جدا، ما نيجي نتكلم بيبقى فيه دم في البراز، وده اللي بياكد لنا ان يكون عندنا ان عندنا عدوى بكتيريه عندنا. طبعا ممكن تبقى عدوى بكتيريه، عدوى فيروسية. ممكن نزله معويه لها ثلاث حاجات زي ما ممكن قد تكون عدوى بكتيرية أو عدوى فيروسية أو طفيليات في الأمعاء أو ممكن كنتيجة لبعض التسمم. ديت الأسباب حتى نسينا نقولها في البداية، هي عدوى بكتيرية أو عدوى فيروسية أو طفيليات في الأمعاء أو تكون بسبب تسمم زي تسمم الفسيخ أو غيره. ده كده بشكل مختصر. لكن اللي أنا عايز أكد عليه، هذا المضاد الحيوي اللي احنا كتبناه لا يكتب فقط إلا في حالة العدوى البكتيرية، عشان الدكاترة اللي بتكتب عمال على بطالة المضادات الحيوية في كل الحالات، يعني رجاء أن نتقي الله شوية ونحاول قدر الإمكان، مش عايزين نضعف الجهاز المناعي بتاعنا من خلال كتابة المضادات الحيوية. مضاد الحيوي ده آخر حاجة ممكن نفكر فيها. فإحنا نتكلم دلوقتي ده المضاد الحيوي بتاعنا. إحنا دلوقتي عندنا طلع مثلا وليكن عندنا ترجيع. إيه الترجيع؟ من أشهر الحاجات الموجودة للترجيع أو القيء بشكل أساسي ممكن بنكتب حاجة نقدر نقول البريمبران. البريمبران تابلت ده عبارة عن قرص. البريمبران تابلت ده عبارة عن قرص، نقدر نقول ان ده قرص ثلاث مرات يوميا. ده بالنسبة للبريمبران اللي احنا قلنا دي حاجة مضادة للترجيع. يبقى احنا قلنا حاجة مضادة حيوي، قلنا حاجة مضادة للترجيع، نكتب حاجة علشان الاسهال اللي هو العرض الاساسي اللي احنا اصلا افترضنا ان في نزلة معوية بسببه. بناخد حاجة اسمها الانتينال، ناخد حاجة اسمها الانتينال، ده بيبقى عبارة عن اقراص، وبرده ده قرص ثلاث مرات يوميا. ده في طبعا بالنسبة يعني ده كده بشكل اساسي يعني الروشتة بتاعتنا. واللي احنا كاطباء تغذية تعالوا نقول لكم على الجانب التغذوي. يعني احنا دلوقتي لو اتكلمنا، وانا الحمد لله رب العالمين الوحيد في الوطن العربي اللي دلوقتي بيتكلم ان احنا نتكلم عن الجانب الطبي، بنقول لكم هذا الطب بيقول ايه، والجانب الطبيعي اللي احنا نقدر مفيش حد يقول لك الجانب. يعني انت في حاله مثلا وليكن ليس متاح شيء طبيعي موجود عندك في البيت او كده، او مضطر تاخد مثلا دواء معين او كده، ساعتها ماشي خد ما مشكله. انا قلت لك اهو الحاجات اللي بتتكتب في الروشته والعياده. لكن وطبعا مش بهمل دور الطبيب، لا روح لدكتورك وتاكد بنفسك ان الدواء ده مناسب ليك او مش مناسب ليك، ده من اللي انا اتكلم فيه. لكن تعالوا نتكلم عن الحاجات الطبيعيه اللي موجوده في كل بيت اللي احنا نقدر نستخدمها تكون بديل طبيعي. بصوا يا جماعه، ما نيجي نتكلم عن حاجه اللي نقدر نقول عن حاجه مثلا كمضاد حيوي طبيعي، ممكن نقول في مكملات غذائيه موجوده في الصيدليات نقدر نقول ان هي تشتغل كمضاد حيوي وكمسكن في نفس الوقت. يبقى احنا بنختزل اتنين في واحد، بنختزل المضاد الحيوي وبنختزل المسكن مع سيبروفلوكساسين. ممكن نختزلهم في مكمل غذائي موجود في الصيدليات، والماده الفعاله مستخرجه من الكركم اللي هو الكركمين.
الكركمين ده عبارة عن موجود على هيئة بودر أو على هيئة كبسولات، ودي بتبقى عبارة عن كبسولة 3 مرات يوميا، ودي هتبقى طبيعية يعني تبقى أكثر أمانة. ولو أنت بنتكلم شوية بنتكلم عن الكركم اللي موجود في البيت عندنا، لكن لو أنت عايز تاخد تركيزات عالية بنسب محددة ممكن تاخد الكركمين كمكمل غذائي موجود في أصناف كتيرة جدا موجود. يبقى إحنا كده اختزلنا المضاد الحيوي والمسكن من خلال السبروفلوكساسين كمضاد حيوي، ومن خلال المسكن اللي إحنا قلنا حاجة طبيعية ممكن ناخدها، أو إن إحنا بقى نركز في الحاجات. يعني مثلا المضادات الحيوية، أفضل 3 مضادات حيوية على الإطلاق موجودة في الثوم، موجودة في البصل، موجودة في الكركم. يبقى 3 حاجات كده من الطبيعه نقدر ان احنا نستخدمهم بشكل يومي. حتى الناس اللي بتجي لنا بشكل مستمر تعرف كويس قوي طبق السلطه خماسي الالوان. وما نيجي نتكلم عن طبق السلطه خماسي الالوان بنتكلم عن 5 الوان رئيسيه، مش عايزين نخش في مواضيع مختلفه، ارجعوا للحلقات اللي فاتت. يبقى احنا كده تكلمنا عن الكركمين. تكلمنا عن حاجه للترجيع، لو عايزين نتكلم عن حاجات للترجيع فعاله وتخلصنا من الغازات اللي موجوده وان هي برضو تكون مضاد للقيء طبيعي، ممكن نتكلم عن اليانسون. اليانسون والزنجبيل، يعتبر اليانسون والزنجبيل من ضمن الحاجات الفعاله جدا، وحتى في مكملات غذائيه لليانسون زي الانايس مثلا، حاجات موجوده في الصيدليات كمكملات غذائيه، يعني كمكملات غذائيه نقدر ان احنا نستعملها لو احنا عايزين ناخدها من الصيدليه. تمام خلاص، او خدها اعمل لك كوبايه يانسون ولا زنجبيل، يبقى انت كده بتحد من اثر المشكله، وحاجه طبيعيه مش هيكون لها اي اثر.